مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم ولقاءنا يتجدد اسبوعيا على شاشه النيل للاخبار وبرنامج افريقيا، نظره على الشان الافريقي وكل ما يتعلق بملفات القاره السمراء الساخنه واهم القضايا التي تشغل شعوبها. نلقاكم بعد الفاصل وجوله اخباريه افريقيه. بداية أخبارنا مشاهدينا مع قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والتي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، والأهم في هذه القمة كان توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة، وبهذا التوقيع يصل عدد الدول الإفريقية التي وقعت على هذه الاتفاقية إلى 44 دولة. في هذا الملف أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة التي ألقاها نيابة عنه طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن هذه الخطوة إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هي خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الإفريقية المشتركة وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي الإفريقي، منوها إلى أن المنطقة ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو لكافة الاقتصاديات والشعوب الإفريقية تماشيا مع أجندة رؤية إفريقيا 2063 والتي تمثل خارطة الطريق المستقبلية للقارة للخمسين عاما القادمة. من جهته أكد اتحاد الصناعات أن توقيع مصر على هذه الاتفاقية يساهم بشكل كبير في زيادة التواجد المصري في إفريقيا وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية في السوق الإفريقية، وهو الأمر الذي ينبئ بتواجد اقتصادي حقيقي بما أن هذه الصادرات المصرية تلقى قبولا كبيرا في عدد كبير من الدول الإفريقية. حول هذه الاتفاقية وما هو متوقع اقتصاديا فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي نتحدث في هذه المتابعة الهاتفية مع سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سيادة السفير. مساء الخير، أهلا بك. هذه الخطوة في رأيك يعني في أعقاب توقيع منطقة التجارة الحرة، ما الخطوات المنتظرة بما أن هذه المنطقة كان مقررا لها يعني عام 2018 لتشهد انطلاقة اقتصادية في ملف التكامل الإفريقي؟ خطوة مهمة للغاية وتسير في إطار سياسة مصر لتحرير تجارتها الخارجية مع كل شركائها التجاريين. نعم. كما تعلمي لدينا منطقة تجارة حرة مع الدول العربية، الرسوم الجمركية ملغاة بين مصر وكافة الدول العربية، لدينا اتفاق مشاركة مصرية أوروبية وألغينا كافة الحواجز والرسوم الجمركية مع دول الاتحاد الأوروبي، انشق عنها ما يسمى باتفاقية إعلان دول أغادير اللي هي مصر والأردن وتونس والمغرب، وسينضم إليها لبنان والسلطة الفلسطينية قريبا. ثم لدينا البعد الإفريقي، وقد نجحنا منذ عام 2000 في تحرير التجارة بين مصر و31 دولة يشكلون جزء من إفريقيا، هي منطقة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة المعروفة باسم الكوميسا. نعم. الآن لدي ثلاثة تجمعات إفريقيا كل منها يحرر التجارة فيما بينه، والقرار السليم الذي اتخذ في اجتماع شرم الشيخ منذ عامين هو أن تنضم هذه التجمعات الثلاث إلى بعضها البعض لتنشئ سوق أكبر تضم القارة الإفريقية كلها. هذه هي النقطة التي نحن بصددها، وكما تفضلتي 44 دولة انضموا، إنما ننتظر أن 10 أو 12 دولة أخرى تنضم حتى تكون كل دول القارة بدون استثناء أعضاء في هذه المؤسسة. يعني هذه الاتفاقية فندم، حتى يعني نستوضح هذه النقطة، بدون توقيع باقي الدول هل هي يعني تعتبر سريعة على الأقل في بالنسبة للدول الموقعة لتبدأ الخطوات؟ تمام، هي سريعة فيما يتعلق بالدول التي توقعها. والخبر الجيد أنه حتى قبل توقيع الاتفاقية نجحت مصر في أن تحيي علاقاتها الإفريقية وأن تجعل الصادرات المصرية إلى إفريقيا في السنوات الثلاثة الأخيرة أكبر من صادراتنا إلى الولايات المتحدة ذاتها، فصارت إفريقيا تتقدم بالنسبة للصادرات على السوق الأمريكي، وهذا بسبب أن أمريكا ليس بيننا وبينها اتفاق للتجارة الحرة. إذن هذا سوق كبير واعد يحتاج كما قالوا في التقرير إلى السلع المصرية. مصر وجه مقبول
وهذه الخطوة الأولى هي تحرير التجارة، سوف يعقبها تحرير الخدمات، ثم تحرير حركة الإنسان، وأيضا الاتحاد الجمركي، لكي تصبح لدينا سوق كاملة مشتركة بين الدول الإفريقية. لكن الخطوة الهامة هي هذه الخطوة الأولى التي حررت الرسوم الجمركية وفتحت الحدود بالنسبة لتجارة السلع بين البلدان الإفريقية. نعم، هذا نموذج سيادة السفير للتكامل الاقتصادي، بالتأكيد هدفه الأكبر هو تحقيق التنمية لكافة الشعوب الإفريقية، لكن التحديات القائمة فيما يتعلق بالبنية التحتية، فيما يتعلق بوسائل التنقل فيما بين الدول الإفريقية، هذه أمور لم يتم علاجها بشكل جذري. هل متوقع يعني ثمار لهذه الاتفاقية في ظل وجود هذه المشكلات أو المعوقات؟ سؤال مهم ومسألة فعلا يجب الانتباه إليها، أننا قمنا بخطوة هي بخطوة محفزة لحل كل المسائل التي أشرت إليها، لأن مثلا ليس لدينا نظام مصرفي من الدرجة الأولى في إفريقيا، نادرا ما نجد دولة فيها نظام مصرفي يضمن تبادل السلع وفي نفس الوقت تغطية هذا بالسلوك المصرفي السليم. النقل والمواصلات في إفريقيا ما زال يلقى كثير من المعوقات، والرئيس نفسه تكلم عن طريق يربط مصر من غرب الإسكندرية حتى جوهانسبرغ، ومثل هذا طبعا يؤدي إلى تيسير التجارة أكثر وأكثر. ثم نريد من شركات الطيران أن تكثف نشاطها داخل القارة الإفريقية، ونريد من شركتنا مصر للطيران أن تهبط في جميع العواصم الإفريقية، لأن هناك كثير من العواصم التي لا تغطيها مصر الطيران. إنما سيكون دافعا لها هو مثل هذا الاتفاق، لأن كثرة حركة التجار والمستثمرين من أجل قضاء مصالحهم سوف تخلق طلب على الطيران وتجعل الخطوط تغطي تكلفتها، وإذا هي خطوة كبيرة سوف تكون هي حافزة لخطوات أكثر أهمية، وبإذن الله نرى الكثير والكثير في المستقبل القريب. أشكرك جزيلا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أعلن الاتحاد الإفريقي عن نشر بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في أيام 26، 27، 28 من شهر مارس الحالي. أضاف الاتحاد الإفريقي في حديثه عن هذه البعثة أن البعثة يرأسها عبد الله ديوب وزير الشؤون الخارجية السابق لجمهورية مالي، والبعثة تضم 40 مراقبا. كما أوضح الاتحاد الإفريقي أن مهمة هذه البعثة تتمثل في المراقبة وتقييم إجراء الانتخابات في مصر بما يتماشى مع مبادئ الاتحاد الإفريقي لإجراء انتخابات ديمقراطية في إفريقيا، والهدف العام هو المساهمة في تعميق الديمقراطية والانتخابات الديمقراطية في القارة. معي عبر الهاتف الأستاذة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والمتخصصة في الشؤون الإفريقية. مساء الخير أستاذة أسماء. أهلا وسهلا، مساء النور. هذا الإجراء يعني يعد تقليديا من قبل الاتحاد الإفريقي في الدول الإفريقية التي يجري فيها انتخابات رئاسية، وجوده في مصر وأهمية المتابعة لمسار الديمقراطية ونقلها بالتأكيد إلى الدول الإفريقية. نعم، وبالفعل وصل وفد الاتحاد الافريقي الذي ينشر 40 مراقب تقريبا في مصر لمراقبه الانتخابات الرئاسيه، واعتقد انه بالطبع هو اجراء روتيني يتبعه الاتحاد الافريقي مع كل انتخابات تجري في الدول الافريقيه للحرص على المسار الديمقراطي وعلى التطور الديمقراطي في الدول الافريقيه، لكن اعتقد انه له خصوصية رمزية في مصر وأهمية أن يشاركوا في مراقبة الانتخابات في مصر، وأن يكون هناك تواصل كبير بين مصر وبين الاتحاد الأفريقي، بين مصر وأيضا المبعوثين الذين يأتون إليها من مختلف الدول الأفريقية لمواصلة العمل سويا من أجل التطور على الطريق الديمقراطي وعلى تطور العلاقات بين مصر وبين شقيقاتها في أفريقيا. أهمية نقل هذه التجربة يعني للدول الإفريقية، خاصة وأن دول إفريقية عدة تسير على خطى التقدم فيما يتعلق بالمسار الديمقراطي باحترام إرادة الشعوب، في الوقت الذي تعاني فيه الدول الأخرى من البعد تماما عن
أساسيات الديمقراطية، أهمية نقل مثل هذه التجارب على المستوى الإفريقي من خلال مؤسسة الاتحاد الإفريقي؟ نعم بالطبع، هناك حاجة لنقل الأفكار وتبادل الرؤى وتلاقح الأفكار بين الدول الأفريقية من أجل التقدم على المسار الديمقراطي وعلى المسار التنموي. وكان هناك مؤخرا أيضا زيارة لوفد من الآلية الأفريقية الرفيعة لمراقبة النظراء، وهي إحدى آليات مبادرة النيباد للعمل من أجل التطور على طريق الحكم الرشيد وعلى طريق الحوكمة والتنمية. وأعتقد أنه نقل التجارب والاستعانة بآليات الاتحاد الأفريقي هي أمر مهم للغاية بالنسبة لنا في مصر وأيضا بالنسبة للدول الأفريقية جميعا. أشكرك جزيلا الأستاذة أسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والمتخصصة في الشؤون الإفريقية. مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون يهتم بكل ما يخص الإعلاميين الأفارقة وحريص على تقديم الدورات التدريبية المستمرة التي تعطي كافة الخبرات الإعلامية اللازمة للأشقاء الأفارقة من دول عدة. في إطار هذا الاهتمام وفي حفل تخريج الدورة التدريبية 19 للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة العربية التي نظمها المركز، أعلن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس سيطلق غدا موقعا إلكترونيا يخص مركز التدريب والدراسات الإعلامية. يهتم هذا الموقع الإلكتروني بالمتدربين الأفارقة وكل ما يخص القارة الإفريقية من أخبار. أكد مكرم محمد أحمد للإعلاميين الأفارقة وسفراء الدول الإفريقية المشاركة بهذه الدورة التدريبية حرص مصر على أداء واجبها تجاه أشقائها الأفارقة من خلال إقامة تلك الدورات التدريبية، موضحا أن مهمة المركز الأساسية هي تنسيق وتعظيم الأداء الحرفي والمهني لمهنتي الصحافة والإعلام. وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا، إذا مشاهدينا يعني نستكمل عرض الأخبار فيما يخص مختلف أخبار القارة الإفريقية على مدار أسبوع. دعا رئيس بوروندي جميع المواطنين البورونديين الذين يستوفون الشروط التي يتطلبها القانون والمقيمون في الداخل والخارج للمشاركة في الاستفتاء على الدستور المقرر إجراءه في 17 من مايو القادم. الرئيس البوروندي أصدر مرسوما رئاسيا حدد في موعد لإجراء الاستفتاء على إصلاح دستوري مثير للجدل يمكن من خلاله أن يتم السماح بالبقاء في السلطة للرئيس حتى عام 2034. اختتمت أمس فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السينما الإفريقية بمدينة الأقصر والتي ضمت حوالي 40 دولة إفريقية من أجل توطيد العلاقات فيما بين الدول الإفريقية على المستوى الثقافي. وفي نهاية هذا المهرجان تم توزيع جوائز لأفضل الأفلام التي عرضت على لجنة التحكيم والتي ضمت عددا من أبرز الفنانين والمخرجين من مصر وإفريقيا. تشهد محافظة الأقصر فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت شعار سينما من أجل غد أفضل بمشاركة أكثر من 40 دولة أفريقية. وخلال المهرجان تم عرض أكثر من 100 فيلم ووزعت على 5 مسابقات. بيشارك في المهرجان 45 دولة، منهم 33 من إفريقيا و12 من خارج إفريقيا، وفي 110 فيلم موجودين، في أفلام كثيرة أفريكان بريمير أو عرض أفريقي أول. إنها يمكن أن تشارك وأن تساهم السينما في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية، والدليل والبرهان هو ليست السينما فقط، إن مصر تسعى إلى العودة إلى الإخوة الأفارقة، إذن فإن السينما تعد حافزا لتحقيق التقارب بين الشعوب من أجل تحقيق التنمية. ويضم المهرجان العديد من الندوات التي تهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول الأفريقية في مجال السينما،
وأيضا ورش لتعليم الشباب المشارك كيفية صناعة الأفلام. قمت بالمشاركة في المهرجان بعد أن علمت به من قبل مجموعة شاركت وجاءت إلى الأقصر قبلي من أثيوبيا وتعلموا الكثير وأنتجوا العديد من الأفلام. فعلا قضيت هنا وقت ممتع ورائع في الأقصر. نحن نعلم أن في إفريقيا لدينا الكثير لنحققه، ما زال تاريخنا غامض وثقافتنا غير معروفة، ونحن نؤمن أن من خلال هذا المهرجان سوف نقوم بصناعة أفلام تتحدث عن ثقافتنا وعاداتنا لنعرف المزيد عن بعضنا البعض، فنحن نسيج واحد. وخلال المؤتمر تم تكريم العديد من النجوم الأفارقة والمصريين وعلى رأسهم الفنان جميل راتب، أحد أهم الممثلين الذين انطلقوا إلى السينما العالمية. مهرجان السينما الأفريقية هو فرصة حقيقية لتشجيع الإنتاج السينمائي والأفريقي والشراكة بين دول القارة السمراء. هو فرصة لتوطيد العلاقات الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا. من محافظة الأقصر، بسم الشاعر، النيل. مشاهدينا، كانت هذه مجموعة من أخبار القارة الإفريقية. الملف الذي نطرحه معكم للنقاش هذا الأسبوع في إفريقيا متعلق بالعلاقات المصرية السودانية بعد زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر بعد فترة من حالات الجمود التي شهدتها العلاقات الثنائية المصرية السودانية، إلا أن التعامل المصري مع كل أزمة كانت تستجد كان يبرهن على خصوصية العلاقات التي تربط مصر بالسودان، الرغبة المستمرة في استراتيجية كاملة للتعاون والتنسيق فيما بين البلدين. زيارة البشير في هذا التوقيت تبعث برسالة سياسية شديدة الأهمية، تؤكد نجاح الرؤية المصرية في تغليب سياسة التعاون من أجل مصلحة البلدين. وطبعا يعني هذا الأمر جاء نتاج لخطوات دبلوماسية عديدة، والأهم الآن الحديث عن مستقبل العلاقات المصرية السودانية وأثر هذه الزيارة وأثر هذه المرحلة التي وصفت من قبل بعض المراقبين بأنها صفحة جديدة في العلاقات المصرية السودانية. أثر ذلك على الملفات المشتركة سواء الأمنية أو المائية أو الاقتصادية للجانبين. نطرحه للنقاش في هذه الحلقة من إفريقيا، ومعنا فيها للحديث سيادة النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب. أهلا بحضرتك يا ماجد. معنا أيضا الدكتور نادر التيجاني أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة بحري بالخرطوم. أهلا بحضرتك يا دكتور. اسمحوا لنا أولا نتوقف مع أهم ملامح وتفاصيل هذه الزيارة التي كانت مليئة بالكثير من الأنشطة، أبرزها كان حضور الرئيس البشير احتفالية الأسرة المصرية بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التقرير. بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث القضايا الإقليمية، تأتي القمة المصرية السودانية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير في القاهرة. مباحثات القمة تطرقت إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث تم الاتفاق على ضرورة تعظيم التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة. الرئيس السيسي أكد خلال القمة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسودان بما يرتقي إلى طموحات شعبي البلدين. وقد تناولت مع الرئيس البشير في المحادثات الأخوية بيننا سبل تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة في ظل الاحترام الكامل للشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى على النحو الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها دولتان للعلاقات بينهما. كما أكد الرئيس السيسي أن نهر النيل يمثل شريان الحياة لشعبي وادي النيل. وفي ضوء أن نهر النيل يمثل شريان الحياة لشعبي وادي النيل، فقد أكدنا عزمنا العمل معا ومع الأشقاء في إثيوبيا للتوصل إلى شراكة في نهر النيل تحقق المنفعة للجميع دون الإضرار بأي طرف، ومواصلة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة. من جانبه أكد الرئيس السوداني أن هناك إرادة سياسية قوية للتعاون لحل القضايا كافة بين البلدين. تطرقنا على مختلف القضايا والمشاغل
التي تشغل البلدين والشعبين، ونؤكد مرة ثانية أن هنالك إرادة سياسية قوية للتعاون لحل أي إشكالية تظهر بين البلدين، بل التعاون لتكون قضايا هي بناءة لمصلحة البلدين ومصلحة الشعبين. وتأكيدا على عمق علاقات البلدين، وصف عدد من الخبراء المباحثات التي تمت بين الرئيس السيسي ونظيره السوداني بأنها ترسخ لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات. وأكد آخرون أن زيارة الرئيس السوداني للقاهرة تصب في دعم وترسيخ العلاقات الأزلية والأبدية بين الشعبين الشقيقين. إذا مشاهدين، حول العلاقات المصرية السودانية في هذه المرحلة نتحدث مع ضيفينا الكريمين النائب ماجد أبو الخير والدكتور نادر التيجاني. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. أبدأ معك سيادة النائب. أولا يعني جهد دبلوماسي يعني من الجانبين لتخطي أي خلاف، ويعني الوصول برسالة مهمة هو أن التنسيق والتعاون هو حتمي لما تمر به البلدان من تحديات مشتركة. لأي مدى جاءت هذه الزيارة كرسالة للعالم أجمع لتؤكد يعني ذلك وهذه الحتمية في التعاون والتنسيق المصري السوداني؟ أؤكد مع حضرتك أن دايما خطابات السيد الرئيس بتصيغ رسالة شراكة من أجل التنمية ما بيننا وما بين الدول الأفريقية، وأهمها الدولة السودانية، بتصيغ رسالة محبة وتكامل ما بيننا وما بين شعوب القارة. دايما في خطاباته بنلاقي ان ده الاسلوب الامثل للتعامل والتعاون مع الدول الافريقية. نتكلم على الزيارة المباركة من البشير لمصر، هي زيارة الاحبة، زيارة الاخوة، هي عودة لطبع العلاقات الحقيقية، لان علاقات الشعبين هي علاقات قديمة طويلة الأمد، تربطها أنساب وأعراق، تربطها مصالح مشتركة، تربطها نهر النيل، محور التنمية الرئيسي للدولتين. الحقيقة إن احنا شعب مصر السودان شعب واحد، طبع المشاكل واحدة، طبع التحديات واحدة، طبع الشعوب على مستوى القرى واحدة. هنتكلم عن شكل التواصل الشعبي، لأن بجد الشعوب بتعشق بعضها. الشعب المصري والسوداني هما شعب قريب الشكل والصلة والطبع، وفي طريقة للحوار والتواصل لازم ننميها ولازم نحققها ولازم نحقق منها نتائج. شايفين ان احنا بالتزام الدبلوماسية المصرية وانضباطها ناحية بعض اوجه الخلاف اللي لازم نسميها اوجه خلاف وجهات النظر ليس اكثر، وانضباط الدبلوماسية المصرية وتوجهها ناحية تذليل عقبات الخلاف وتذليل هذه النقاط، هو اللي بيرجعنا تاني لشكل المحبة والأخوة، وبيرجعنا للحقيقة اللي موجودة ما بين الشعوب المصرية والسودانية. ازاي نوصل لحالات تشارك وحالات مشاركة من أجل تحقيق تنمية للشعبين، من أجل تذليل عقبات وتحديات الشعبين، للتخلص من أزماتنا اللي ممكن يكون حلها عندنا برضه، عندنا في شعب مصر والسودان شكل تكاملي حقيقي. نعم. لنوصل به للنتائج أنسب إن شاء الله. تمام. دكتور نادر التيجاني، يعني وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور تحدث عن هذه الزيارة وقال إنها يعني تحسن العلاقات المصرية السودانية من أي طارئ قد يمر بها، كيف تحسنها في رأيك؟ التحسين بيتم عبر البناء من هذه الزيارة، نبني من هذه الزيارة. هنالك مؤشرات للزيارة دي، مؤشرات قوية جدا جدا، بإرادة سياسية بين الجانبين لتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل وتجاوز، في كلمة قالها الرئيس السيسي، تجاوز مخططات الأعداء. نعم. الكلمة دي يعني حط تحتها خطين في التعامل. الكلمة البناء المؤسسي اللي بيتم في العلاقة دي
بطريقة يعني تجعل من علاقتنا ترجع زي ما كانت، ترجع لأكثر من شعوبية زي ما قال أخي. الشعوبية بين الشعبين في يعني علاقات رحمية، في علاقات يعني حوالي 75% من الشعب السوداني عنده صلة رحم بمصر، وقريب 40-50% من الشعب 100 مليون دول عندهم علاقات مع 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 أي واحد تقعد معاه مصري بتلقى عنده علاقة هناك يا علاقة هنا مع السوداني. نحن أسرة، وده مدلول لأنه البشير يحضر اجتماع الأسرة المصرية. نعم. ده مدلول. الجلسة ما كانت يعني هي جلسة رئيسين أو جلسة نقاش بروتوكولي. ده أسرة. احتفالية أسرة واحدة. احتفالات أسرة واحدة. فده مؤشر. ده مؤشر وانتبه له الجانب المصري. مؤشر كبير جدا جدا. وأنا أشكر الناس القائمين على الأمر في هذه الرسالة. الرسالة القوية، مش رسالة وصول البشير أو حديث السيسي. الرسالة الأسرة. أتراها الرسالة الأقوى في هذه الأقوى. الزيارة. هي الأسرة. فنحن أسرة واحدة. نعم. نحن أسرة واحدة. صح في جوانب بتاعت أنه سوء مدركات. في سوء مدركات في العلاقة. لكن وفي زي ما قال أخي برضو في عدة وجهات نظر مختلفة. لكن نحن يعني البناء يتم من الأسرة. نعم. من جلسة الأسرة دي. بنبني على ثقافة واحدة. ثقافة اجتماعية، سياسة، في السياسة، في الاقتصاد، في العسكري. نعم. الثلاثة توجهات دي قال الرئيس السيسي في 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 خطابه. بعدين في تواصل شعبي وإرادة سياسية. البشير نطق بكلمة إرادة سياسية. إذا ما دام في إرادة سياسية نحن إن شاء الله حيكون ما بعد هذه الزيارة تجاوز لكل الخلافات، تجاوز لكل مراحل. لكن النقطة الجوهرية في أنه نبني على مؤسسة، على تأسيس. نعم. مؤسسات تقدر تبني تامل بخطوة خطوة يقدر يبني الأسرة الواحدة. تمام. سيادة النائب، يعني كان هناك دول كانت مستفيدة من إشعال فتيل الأزمة بين مصر والسودان، وكانت تستغل وسائل إعلامها في الترويج لذلك. هل يعني بهذه الزيارة يقطع يعني فكرة ترديد الإشاعات أو استغلال أي سوء فهم أو أي قضايا مختلف عليها بين البلدين في وسائل الإعلام للترويج يعني عكس ما هي حقيقة العلاقات السودانية المصرية المتينة؟ نتكلم بس عن التحديات في المنطقة والتحديات على شريط حوض النيل، لأن هي رغبات دول كتيرة في هدم المنطقة وتفكيكها، وشفناها في الخريف العربي، وشفناها في محاولات لزعزعة أمن داخل الدول وإيجاد مجموعات مسلحة وتنميتها. خلينا نتعمق في المشكلة. الشعب المصري والسوداني إن توحدوا أو وجدوا طريقة للاتحاد والاتفاق على وجهات النظر، ما فيش حد هيقدر يقف قدام تنميتهم، وما فيش أي رغبة سيئة تقدر تتحدى قدرتهم. فكرة التواصل من أجل حل المشكلات، احنا ما بيننا وما بين الشعب السوداني أعراق وأنساب وصلات تمتد مدى الظهر، ولازم يكون ما بيننا وما بينهم مصالح وتنمية مشتركة تحقق نتائج. طيب خلينا ندخل في صلب الموضوع. شايف حضرتك أنه كان أوجه الاستفادة من إشعال فتيل الأزمة بين مصر والسودان واحد من الملفات، ملف مياه النيل؟ طبعا. السيطرة على مياه النيل وإدارة المياه فيه كان هدف. بضعف الدولة المصرية قدر أعداء الدولة المصرية وأعداء المنطقة يكون لهم يد في السيطرة على إدارة ملف مياه النيل، قد يكون بالتمويل وقد يكون بالدعم بأشكال مختلفة. لكن عندنا شكل اتحاد وتلاقي في الرؤى يحقق مصلحة لكل الدولتين. احنا النهارده كان في وقت سابق كان عندنا مشكله في الكهرباء، صحيح، وقدرنا نتحداها، نقدر نفيد كل المنطقه بحلول مبتكره احنا خضناها ووصلنا بها النتيجه، وقدرنا نوفر الكهرباء للتنميه وللصناعه المصريه وللمواطن المصري. كان عندنا مشكله في الامن في وقت قريب، وتحديات مصر قويه كمؤسسات تقدر تتحدى عقباتها وتقدر تتحدى مشاكلها.
شكل التكامل ده والإفادة في تجارب سابقة احنا خضناها. احنا كان عندنا مشكلة في فيروس سي وبنواجهها، وفيروس سي موجود في المنطقة، موجود في 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 شمال افريقيا بشكل كبير. ازاي نفيد الدول الاخرى والمجتمعات الاخرى والشعوب الاخرى للتخلص من مشاكلها؟ لازم يكون في تلاقي في وجهات النظر، لازم يكون في اتفاق واتحاد على التحديات، لان تحدياتنا واحده ومشاكلنا قريبه الشكل والصله. تمام. وعندنا تجارب فريده قدرنا بيها نتحدى مشاكلنا. طيب خلينا نتكلم عن ملف مياه النيل كبدايه. هذه التحديات المشتركه، التحديات المشتركه عديده كما تفضلت. في رايك الدكتور نادر، يعني هل سيحدث توافق اكبر مصري سوداني فيما يتعلق بالمفاوضات الجاريه حول سد النهضه؟ لاننا نتحدث عن مخاطر واحده لدولتي المصب مصر والسودان، وبالتالي تؤثر ايجابيا يعني على مسار المفاوضات بشكل عام. ايوه، هو تحقيق الـ 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 النجاح في ملف سد النهضه بتوقف على 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 التفاهم بين الدولتين، والتفاهم بين الدوله الثالثه هي اثيوبيا. فاذا كان هنالك تفاهم واراده سياسيه وقدره وتواصل بين القيادتين وتواصل شعبي واستفاده من الميزه النسبيه في التعامل مع مصر ومع السودان في كل مخرجات اللجان المشتركه، بيصل التفاهم، بيصل الحلول، والحلول بتصل للنتائج، والنتائج بيكون حل للاشكاليه. تمام، هذا يعني هذه هي منطقيه الامور. لكن أيوة. هل نلمس تغييرا في الموقف السوداني بتوقعاتك؟ لا، الموقف السوداني دائما يعني هو وسيط في العلاقه بين اثيوبيا ومصر. هل يكفي ان يكون وسيطا لا. في ظل هو يعني الوسيط وحده المخاطر؟ ما انت الوسيط ده ذاته هو عنده لما تكون انت وسيطك هو اخوك بتختلف هنا. المثل لما يكون وسيطك اخوك، وسيطك انت عندك بيه علاقه اكثر مما انه يكون تشوبه اي مدركات سيئه. نعم. فالمدركات السيئه دي بتجي من ما انت قلت، مخططات الاعداء. صحيح. مخططات الاعداء هي بتعمل كده. طيب يعني حين غلق الهاتف لانه ظهر على الهواء، بستاذنك يا دكتور نادر نغلق الهاتف. كيف يمكن للسودان ان يكون وسيطا سياده النائب، وهل دور الوساطه يكفي في ظل اننا نتحدث عن انه المخاطر واحده على دولتي المصب؟ وهل تتوقع تغيرا في هذا الموقف، يعني ليتحول من موقف الوساطه الى يعني شريك لمصر في الحديث عن مخاطرها الفنيه او المخاطر الفنيه جراء بناء هذا السد؟ هتكلم على الدبلوماسيه المصريه المنضبطه اللي طيب. كانت بتدير ملف التفاوض بشكل سياسي حكيم، لم نصعد الامر في اكثر من موقف خلافي. دورنا كان دور دبلوماسي حقق نتيجه لمصالح كل الشعوب حوض النيل. هدفنا ايجاد تنميه حقيقيه في اثيوبيا وتحقيق نتيجه افضل للمواطن الاثيوبي. هدفنا ردع المشاكل او النتائج السلبيه اللي ممكن تيجي من سد النهضه، اللي ممكن تكون دراساته فيها بعض التجاوزات او فيها بعض عدم الدقه. هنتكلم على صياغه الحوار ما بيننا وما بين الدوله السودانيه اللي هي حقيقه احنا بنخاف على مصالحها وعلى شعبها. دورنا في رصد وتحليل كل مشاكل بناء السد وعمليات التخزين وطريقه التخزين وطرح التحديات دي بشكل دبلوماسي منضبط على الدولة السودانية، وتقريب وجهات النظر ما بيننا وما بينهم، وتحقيق النتيجة الأفضل لكلا الشعبين وللشعب الأثيوبي. تتفق أن السودان يعني تلعب بالدور في تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا؟ دور، ونتمنى منها دور أقوى، ونتقارب في وجهات النظر ونحقق نتائج أفضل لشعبنا، شعب مصر والسودان. والتواصل وفكرة الدبلوماسية المنضبطة اللي بتحقق نتائج لكل الأطراف دي مهمة. احنا زي ما بندور على مصلحة الدولة المصرية وحقها في المياه، زي ما بندور على حق المواطن السوداني وازاي يكون مستفيد بأكتر استفادة للمواطن السوداني، زي برضو ما لازم يبقى عندنا هدف وتحقيق نتيجة للمواطن الأثيوبي وللدولة الأثيوبية.
لازم تتكامل كل وجهات النظر لتحقيق النتيجة الأفضل لكل الشعوب. تمام تمام، تفضل دكتور نادر، يعني أكمل حديثك حول هذه النقطة، التعامل السوداني في المفاوضات الفنية بخصوص سد النهضة، خاصة وأن هناك اجتماع ثلاثي مرتقب الشهر القادم بين البلدان الثلاث. الحوار ونية الحوار، التعامل مع الحوار بأريحية وبفهم مشترك بدي نتائج. فأنت فالآن الساحة موجودة، تهيئت الساحة السودانية المصرية في أنه يكون فيه حوار مشترك يحقق النتائج دي. فالإشكاليات اللي بتحدث بين الدولتين أو سوء المدركات، أنا بسميها سوء المدركات في التعامل مع السودان ومصر، في التعامل مع النخبة، يعني تقصد النخبة سوء تفاهم؟ أي سوء تفاهم نتيجة لسوء المدركات ذاته. هو بدي يعني أنت مدركك عن فهمك للسودان أو طبيعة السودان أو طريقة التعامل أو التعاطي مع السودان بمسؤولية، والسودان يتعامل مع المسألة دي بمسؤولية، بيكون بخلق العلاقات والإرادة السياسية بنصل لنتائج كبيرة جدا جدا. نعم. أكبر من سد النهضة، أكبر من نخزن علاقتنا في سد النهضة. أكيد يعني لا نختزل العلاقات في أيوة. ملف سد النهضة أيوة. لكن واحد من التحديات المشترك، في تحديات مشتركة أخرى نتحدث عنها على الصعيد الأمني على الصعيد الاقتصادي، لكن اسمحوا لنا نتوقف مع هذا الفاصل القصير حول أبرز ملامح العلاقات المصرية السودانية. مواصلين مشاهدينا في حوارنا، نتحدث عن تحديات مشتركة والسودان بما أنها تمثل بعدا محوريا في الأمن القومي المصري بالجنوب، وبوابة مصر أيضا لإفريقيا ودول حوض النيل، وتشترك مع مصر في عدد من الملفات الإقليمية لا تقتصر فقط على مياه النيل، وإنما تمتد لملفات أخرى حيوية مثل مكافحة الإرهاب. أعيد الحديث مع ضيفينا الكريمين في هذه الملفات، دكتور نادر تيجاني وسيادة النائب ماجد أبو الخير. سيادة النائب، يعني الحديث عن خطر الإرهاب وتأمين الحدود، لأنه يعني الحديث عن دول جوار مرتبط نظرا للتطورات الأخيرة بعد الخريف العربي، مخاوف عدة من تسلل عناصر إرهابية، الحديث عن ليبيا، الحديث عن السودان، تأمين هذا الملف يحتاج إلى التنسيق ما بين الدول، هل هذا يتحقق بشكل أكبر يعني متوقع بين مصر والسودان في المرحلة القادمة؟ أقول لحضرتك الأول، أنا في الأصل ضابط شرطة، واتصالي بالمؤسسة الشرطية اتصال دائم، وعلى طول فترة دراستي ووجودي في الكلية كان معانا زملاء سودانيين وزملاء أفارقة موجودين في مؤسسات عريقة، مؤسسات الدولة المصرية الأمنية. نعم. وعمليات التدريب دائم على مستوى الكوادر البشرية وعلى مستوى نقل الخبرات والقدرات وتنميتها. فكرة تأمين الحدود والتواصل على مستوى المعلومات دي فكرة مهمة جدا، لازم يكون في كيان يجمع المعلومة ويحقق تواصل في العمق مع الحفاظ مع الأمن القومي الداخلي. لكن معلوماتنا المشتركة في تهديداتنا الحقيقية اللي موجودة على حدودنا،
الدولة المصرية لازم يكون لها تواصل مع كل دول الجوار لتأمين الحدود، لأن تأمين الحدود ما بيتمش من الداخل بس، بيتم من الداخل ومن الخارج بنقل المعلومات وتواصل على مستوى المعلومة ورصد المجموعات اللي موجودة على النقط الحدودية وعلى المعابر اللي موجودة، وكيفية التنسيق ما بين الدولتين لتحقيق نتيجة أفضل لكلا الدولتين. برضو عندنا مؤسسات عسكرية ضخمة فيها قدرات تدريبية عالية، كل كليات العلوم العسكرية موجودة على مستوى الكلية الحربية، كلية الجوية، كلية الدفاع، كلية البحرية، مؤسسات عريقة جدا فيها علوم عسكرية حقيقية، وفي تواصل على مستوى التدريب ورفع الكفاءات، تواصل دائم مع الجانب الافريقي عامة ومع الجانب السوداني. احب انميه بقى واحب اوجد بروتوكولات تعاون على المستوى ده وتفعيلها بشكل يحقق نتائج اكتر، استخدم كل القدرات اللي موجودة دي لتحقيق نتيجة امنية حقيقية اقوى. الامن له كذا بعد، نتكلم على البعد في تطوير التكنولوجيا داخل الدولة المصرية، وده بقينا نشوفه بشكل كبير محتاجين نزوده في المنطقة. ممكن يبقى عندك تكنولوجيا امنية جيدة بس القريب منك يكون عنده قدر من ضعف التكنولوجيا، ممكن اقول تحديدا ليبيا عندنا مشكلة في التواجد في العمق. كل ما الحدود تبقى امن، كل ما امكانية السيطرة عليها وتحقيق نتيجة افضل على مستوى الامن بيبقى اجود، ويكون مفيش تدخلات من عناصر غير قانونية وعناصر ارهابية. دي تحديات موجودة في المنطقة أو دول لها أغراض أخرى. فكرة دعم الإرهاب بقت فكرة عالمية لازم تتحد الدول لتحقيق نتيجة أفضل فيه. هقول إن في تحدي ما بين الخير والشر، ودايما الرئيس السيسي بيصيغ الحوار في الحقيقة دي. تمام. طيب خليني أطرح معك الملف الأخير دكتور نادر، وهو التعاون الاقتصادي في يعني موانئ برية فيما بين البلدين، وفي رغبة في تعزيز التبادل التجاري بما أن السودان يعني كانت في مرحلة من المراحل تحتل المرتبة الأولى في استقبال الصادرات المصرية ما بين دول حوض النيل تحديدا خلال عام 2016. التركيز في هذا الملف إلى أي مدى يصب في صالح الشعبين على المستوى الاقتصادي؟ هي الطرق البرية يعني فتح الممرات، فتح المعابر. السودان يعني مشى في الموضوع ده ورتب ترتيبات في طريقين بيدخل مصر وفي معابر هنا، لكن في إشكالية، في إشكاليات بسيطة طفيفة هي يعني بالإرادة ممكن تتم عبر الحدود الناس تتعامل. نحن انت ممكن تركب بس بص من هنا من عتبة هنا تصل الخرطوم، يعني في بص شغال يعني ده ما وقف كله زي العلامة بعد بدء عمل الميناء البري. ايوه شغال. الاشكالية الان يعني في يعني الارادة السياسية وزي ما قال اخونا المسألة الامنية، يعني المسألة الامنية لابد ضبطها قبل أيوة. التعامل قبل يعني التعامل. أيوة. على أيوة. الحدود تجاريا. ايوه الآن قبل أسبوعين في زيارة لمدير المخابرات المصري للسودان، وجلس كثيرا مع مدير المخابرات السوداني، وكانت في المؤشرات بتاعت المجال ده في فتح الممرات وفتح المعابر والشغل التجاري. نحن الآن انت لو قست السودان أقل يعني التعامل المالي، التعامل التجاري، التعامل التجاري مع مصر قليل جدا جدا بالنسبه لدول كثيره جدا جدا. نحن هسه الان لحد الان واصلين لمليار دولار، معقول مليار دولار؟ في دول كثيره جدا بعيده مننا 10 مليار دولار 12 مليار دولار. هي لا 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 مليار دولار حجم التبادل التجاري، حجم التجاري بين البلدين يعني بسيطه جدا جدا. بسيطه جدا مقارنه بدول ثانيه، دول ثانيه بسيطه جدا جدا. نحن لازم نرفع سقف المساله دي، وبتترفع يعني بسيط بقرارات بس ممكن تترفع المسألة دي. يعني العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر والسودان وسوريا كممر دي بتقطع مشاكل كثيرة جدا جدا وبترفع من قيمة التعامل. يعني عشان ما تكون المسألة على المخيلة السورية أو المخيلة السودانية أنه المسألة مسألة مصر بتدور على المياه النيل،
مصر في علاقتها بتختزن علاقتها مع الدول الافريقيه بمياه النيل. عشان نكون صريحين معك يعني هي بتختزل علاقتها بمياه النيل. بمياه النيل يعني ايوه يعني ملف مياه النيل. الصوره دي ممكن الصورة تكون الصوره دي صوره نمطيه ممكن تكون هي دي الطريقه اللي, أيوة. اللي ممكن توصل للشعوب. أيوة. الحقيقه مش كده. أيوة. الواقع ان احنا بنحاول ننمي كل وسائل التواصل مع كل الدول الافريقيه. اتكلم برضو في ان الرئيس عنده رغبه حقيقيه في ايجاد طرق ونقل عن طريق السكك الحديديه ونقل عن طريق استخدام النيل للنقل التجاري، وده يحل مشاكل كتيره جدا. النقل البري ممكن يكون تكلفته اغلى ما بيننا وما بين الدوله السودانيه. تمام. اللي ممكن يكون حلها بتواصل عن طريق شبكه قطار تنقل بضائع وتحقق نتيجه افضل في النقل التجاري، والتكلفه تبقى اقل. هو زي ما اخويا اتكلم في فكره ان في قرارات كتيره ممكن تحل مشاكل كتيره. والفكره فكره قرار. طيب ولازم نوصل الصوره الذهنيه للمواطن. ايه صوره ذهنيه ونمطيه؟ عشان الوقت بس يعني إيه صورة زهنية؟ حضرتك طالب ايه عشان الصوره الذهنيه هذه تتغير لانها على عكس الحقيقه دي. ايوه اذا عكس الحقيقه تماما تنفذ برامج بتاعت انك انت تستورد حاجات من السودان، السودان تستورد حاجات من مصر. يعني انت مثلا عندك مصانع سكر في السودان مثلا على سبيل المثال، يعني كنانة جنبك هنا احسن سكر بيمشي الكويت، بيمشي دول اوروبا، بيمشي فرنسا، بيستخدم سكر كنانة. انت بتشتري سكر من دول بعيده جدا من ايوه. التكامل أيوة. ما بيننا وما بين الدوله السودانيه. أيوة. فحل ازمات المواطن المصري من ناحيه اللحوم السودانية، لحوم من سكر، ناحيه زراعات السكر القصب وال أيوة. وال والرز ومنتجات كتيره جدا. انت عندك عامله معاك مشكله لندره المياه وطريقه التصنيع. أيوة. وكان فيها ازمات. أيوة. وازمات معروفه كان ممكن نلاقي الحل عند الجانب السوداني، في الجانب السوداني، وحلول مشاكل كبيره جدا عندنا في الجانب السوداني. وبالتبعيه توجد مصالح مشتركه دائمه تحقق نتائج افضل للشعبيه، للتواصل التجاري والصناعي على مستوى الدولتين. هتكلم برضو في رسالة محبة أطلبها من رجال الأعمال المصريين والتجار المصريين ورؤوس الأموال المصرية. لازم يكون لنا تواجد حقيقي وفعال في شكل صناعي وتجاري مستمر ودائم مع الجانب السوداني. لأن بجد الفرص في التكامل ما بين الدولتين وحلول حقيقية توجد نتائج أفضل للشعب. تمام. طيب وكده نغير الصوره. رسالتك وصلت دكتور نادر، يعني سعيده بطرحك لهذه المشكلات لانها مهمه ان احنا نتحدث بكل واقعيه وصراحه عن يعني الحلول اللي تجعل مسار العلاقات يسير نحو التكامل فعلا. ايوه تمام. فدي مساله، دي مساله مهمه جدا، وانت بتستفيدي من حاجات كثيره جدا جدا، بتستفيدي من روابط قبائل كثيره وروابط شعوبيه واثنيات كثيره. يعني تمام. نحن عندنا حوالي يعني 700 فرع من حوالي 13 اثنيه دي موجوده في شمال السودان ومصر. يعني فانت بتستفيد من المعلومات الشعبيه. تمام. كركيزه اساسيه في التعامل مع الواقع. طيب حلول الواقع السوداني. جزيلا مع الاسف الوقت انتهى. دكتور نادر التيجاني استاذ الدراسات الافريقيه بجامعه بحري بالخرطوم، النائب ماجد ابو الخير وكيل لجنه الشؤون الافريقيه بمجلس الوزراء. شكرا جزيلا لكم، اشكركم مشاهدينا على المتابعه والى اللقاء.